اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مكناس. واليوم هذا البث المباشر المخصص لقصه خطيره وخطيره ديال هذا السيد هذا اللي من بعد 57 سنه من بعد ما كان محكوم بالمؤبد جاء اعفاء وداز يعني تحكم بدوز قدم منها 30 سنة، لكن بعد خروجه من السجن في 2020 كيلقى راسه عرضة للشارع. الآن يعني كيعيش في هذه السيارة اللي كتشوفوا معنا بهذا الشكل هذا هنا فين كينعس ليلة نهار. كما كيقول هذا السيد هذا كيقول لا وليدات لا حياة لا حتى شي حاجة لا خدمة، فقط خدا هذه السيارة هنا وجل هذا الحي وناض مرجان السكنة باش يعني كيديباني مع الناس كما قال هو دائما حسب تعبيره، يعني كيقضي مع الناس كيعاونوه اللي كيعطيه من عندنا اللي كيعطيه من ياكل. من 2020 وهو في هذه الحاله هذه. غادي نقربكم من تفاصيل ديال با حسان هذا السيد هذا اللي كيعيش الان وكل المساكين هنا كاع كيعرفوه. غادي نحاولوا نعرفوا شنو هي القصه ديالو وعلاش مشى بالمؤبد وعلاش وصل لهذا الشيء كامل، واللي هو اللي كيقول انه ما كانش مخطط لحياته غتكون بهذا الشكل هذا، كان حتى هو كباقي الشباب في العمر ديالو. ف قدر الله ما شاء فعل. با حسان انت معنا على المباشر الان على قناه شوف تي في، تقدر تقول لنا يعني تقرب المشاهد قناه شوف تي في من القصه ديالك وكيفاش يعني عشتي هاد 30 سنه وكيفاش كان احساسك وانت محكوم بالمؤبد؟ نعم، كيف اولا مقابل كل شيء اسمي بن مول محمد حسن. نعم، وقدر علي الله هذا القدر. نعم، حمد الله وشكرته. نعم، وتحكمت المؤبد. نعم، على جريمة باسعة لأي إنسان تبقى فيه. نعم، ورديت داك الحكم ديال الله تعالى وتبارك. الجريمة اللي كانت عندك با حسن؟ جريمة قتل. نعم، قتل ديالاش؟ طفلة صغيرة. نعم، تهموني بها بالله أنا قبضتها واغتصبتها وقتلتها وقال لي وقع وتحكمت المؤبد. مؤبد والحمد لله انا دوزت ديك السنوات رغم داكشي كامل اللي داز، ربي عاوني وعطاني الصبر من عند الله تعالى وتبارك. نعم، دوزتها وانا اليوم الحمد لله خرجت. وانت في هذيك التهمه كما كتقول انت باقي كتقول الان تهمه لانك ما شنو يعني واش انت داير هذيك الجريمه؟ حسن لله، حسن بيني وبين الايمان ديالي وبين الله تعالى وتبارك. 57 سنه من العمر ديالي. حسن لله، واش عندي شي مشكل ديال الاجرام اولا شي حاجه؟ حتى وقع هذا الواقع لا الله عطاه وراضي بالحكم ديال الله تعالى وتبارك. نعم، وانا دوزت انا دوزت اليوم الحمد لله. كتعيش الان وسط يعني داير هذا يعني هذا الكلاب هنا، يعني كاين كلب عندك هنا الداخل بلاتي نوريو الناس فين كيعيش با حسن. اجا با حسن وقف وقف. كما كتشوفوا معايا مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، هذه هي السكنه، هذه هي السكنه ديال با حسن. هذاك الكلب الداخل ما يعض ما والو، هذا اللي الداخل ها وكالي هكذا ولا ولي طاير لي على يدي ولا شي حاجه. نعم، دخل اخويا. كما كتشوفوا معنا هذه هي السكنه ديال هذا السيد هذا، الرقم ديالو هو اللي موضوع في البث المباشر كما كتشوفوا معنا. فهنا كيعيش، هذه هي السكنه ديالو، هذه هي ها البيطه ها الميكله كيفاش يعني. الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. واخا با حسن ملي خرجتي اش من سنه خرجتي؟ تحول ذاك المؤبد ولا محدد؟ ولا محدد. وجا عفو عفو ملكي الحمد لله. خرجت. نعم، من بعد خرجت خرجت للسجن الاكبر وهي الحياه، حريه. الحريه لقيت ديك الحريه غير اسم ماشي حريه. لقيتي راسك في الشارع. هذاك هو السجن الكبير. كنت غادي في السريع من ناحيه زعما الناس، من ناحيه شنو المجتمع، من ناحيه المجتمع ما تيرحمش الا قليل. استنى هذا. يا ودي الله يرضي عليك. سير بابا سير بابا سير سير تلعب سير تلعب. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، غادي نكملوا القصه ديال با حسن. نعم با حسن، ملي خرجتي قلتي لي خرجتي في 2000 23/11 2020 2020. كيف لقيتي راسك الدنيا كبرت؟ لقيت الدنيا ماشي داكشي اللي خليت، لقيت الشيء تبدل وكلشي تحول، ولقيت دوك الناس اللي خليت ما لقيتهمش. الله الله.
لقيت ناس اخرين ولكن لقيت ربي تبارك وتعالى قدامي الحمد لله. ولقيت مازال هذيك الرحمه اللي عاجبني فيك هو انك انسان مؤمن، ولقيت ديك الرحمه ديال الله تبارك وتعالى هي اللي زعلتني باش كنت في السريع. كاينين الناس اللي تيتعاطفوا معايا ولو بالقليل. الوالده مشات عند الله فاش كنتي مسجون، فاش كنت مسجون، والوالد كذلك مشاو جوج الله يرحمه. هذو ثلاثه ديال الناس اللي عز ما عندي ما حضرت لهمش. وانت محكوم مؤبد. وانا محكوم مؤبد. كيف كان الاحساس ديالك من وصلك الاخبار؟ صحيح بزاف ما نقدرش نعبر لك. وكا اكثر من نهار كلشي ربي تعالى تبارك يعطينا واحد الامتحان ديال الله. وي لا المؤمن كيخاف ما عندك ما غادي تهرب. نعم لان قدر الله تعالى تبارك وربي اللي مقدر عليك داكشي اللي غتشوف في الحياه ديالك. اخر شيء هنا دابا الشارع منك للشارع. مني للشارع. كاين الخوت كاين الاسره. الخوت مشاو عند الله. لا اله الا الله. لا 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 الاسره كلها ديها في راسو الا كلها عنده غير اللي احسن العوان راه الزمان صعيب اصلا. هذا مكان راه كل واحد كيما كيفاش دار ليه الله. هذا هو الكلام. اختاريتي هنا جيت لهنا اختاريت هذه البلاصه هذه لقيتها بالخير ليل ونهار. الليل تنبات نقي هذه البلاصه هذه كانت مكرفسه تنقيها وانت السي البابا الفاشه كلشي عندي هنا. شتك وضع هذه المسائل ديالك كما كتشوفوا معنا وتنقل داكشي كامل داك الزبل باش هاد الناس يرضيو يقولوا بلي هاد الانسان زال هنا ونقى هاد السارع. وبالفعل هادي هذا اللي تيقولوا هما كاين دابا لا مول القهوه ولا مول هذا سوق سلمى ولا كلهم. نعم كادي النهار وليدات لا وليدات لا لا زواج لا زواج لا ما حاولتيش تنقول واحد النهار غادي يجي الله تعالى تبارك وغادي هذا تزيان الوقت بطبيعة الحال. كنتمنى انه يعني تنتمنى واحد النهار غادي يكون زوين عند الله. نعم ونديرو حتى حنا الى بغى الله شي حاجة. راه صعيبة عليك شوية تقرفي سنة. ايه واش غادير اخويا؟ كنتي متوقع ان حياتك غتكون في هاد الطفرة؟ لا ما كنتش نوي كاع. دخلتي في 23 عام. ما كنتش نوي كاع الحياة ديالها تولي هكا. نعم كنت نوي زعما غنكون بحالي بحال اي الناس. فبندي. ايوا منا سير بابا سير بابا سير سير تلعب سير صافي 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 كمل ريح ريح كمل ريح كمل. شنو الطلب ديالك دابا با؟ الطلب ديال خويا الطلب ديال خويا طلبت الله وتقرب للمحسنين خوتي وهذيك الرحمه اللي خلقنا ربي بها خوتي تعاطفوا معايا وينقذوا لي من هذه الحاله هذه. ما يبقاش نسول الطريق ديال الخبز وشي مواتير نتحرك به بحالي بحال الناس شي تريبورتر هذا هو اللي كاين حتى نهار يدي الله العمر. ما كتفكرش تزوج ما كتفكرش تنقول واحد النهار يسهل الله ونشوف شي بنت الناس انا وندير مع داكشي اللي بقى. زاب الله شي وليدات تبارك الله ما زابت الله. باقي كتمنى النفس ماذا تنتمنى بزاف ولو المشكل اللي وقع ولو المشكل اللي وقع هما ولاد خوتي دابا حاسبهم بحال خوتي بحال ولادي. وهي صعيبه شويه ديك تبقى هاز ديك العلامه ديال المجتمع ما كيرحمش تيرحمش كل يدوز ولو غد هذيك كلمه بسيطه كتحس بها انت بعد حتى تحس ان الهضره واخا ما يكونش داوي عليك تحس ساهل تبع الحال اخويا راه هي غير فيك هاك وانت بينك وبين ايمانك يعني وكما قلت لك في الاول يعني راه 57 سنه ما بقى الانسان ما بقى يعني قد ما فات كما كنقولوا 57 عام ما غاتعيش 57 عام لا ثمانين غادي يلقى الله لا الدم ديال ديك البنيه انت بارئ منه ولا كتاب عليك المكتوب لا حاشا لله باش نقفل ديك الملاك حاشا لله باش نكون انا اذيت ديك الملاك بيني وبين ايماني وربي يساعد عليا اش نقول ربي يساعد عليا وتيقيد على هذا اللي تنقول تيقيد عليا يعني هذا مكتاب هذا مكتاب مكتاب من عند ربي الحمد لله وشكرا الحمد لله والحمد لله انا دوزتها و والله ما يكحن ربي اللي نكتب الله ما يكحن طول العمر حسن هو ربي مطول العمر راه موتو غير بواحد سنوات قليله كاين فيهم اللي مات كاين فيهم مسكين كاع اللي تشطى بديك الصدمه كلها شنو قالوا والله ما يكحن
دابا الان شنو الطلب ديالك وشنو محتاج من الناس؟ الطلب ديالي اخويا طالب من خوتي المسلمين يعاونوني يشوف فيا روح الله شي سكن وشي حاجه فين نصور قريب الخبز. ما بقيتيش قادر على هاد البلاصه؟ ما بقيت قادر على هاد البلاصه. وقت الناس وصلت لها واش غادير اخويا؟ اصعيب لك على صحتك اخويا. ما كرهتش. نعم هذه هي رسالتك الاخيره. هذه هي رسالتي الاخيره. واخا شكرا لك با حسن. كما تابعتوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كانت هذه هي القصه ديال با حسن هذا السيد اللي كينعس في الزنقه كما سمعتوا يعني من بعد ما قضى عقوبه سجنيه اللي كما كيقول انا كنت بريء منها لكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الانسان اللي كيكون مؤمن بالله وعارف ما بينه وبين الله فلا خوف عليه. هذا هو اللي كاين الان كيطلب القلوب الرحيمه والناس اللي كتشوف هذه الحاله هذه وشوفوا هالوضعيه ديالو الان على المباشر كما كتشوفوها مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ونحن مقبلين على فصل الشتاء يعني ما بقى لنا والو على هذا الفصل هذا يعني وكيعيش في هذه السياره حتى الزاج ديالها تقريبا كله مخرب هنا مع عدد من الكلاب اللي كيحرس بها وكيقوم بها بالحراسه فهذه هي الحاله ديال هذا السيد هذا. كنتمناو ان الرقم ديالو هو اللي موضوع في العنوان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنتمناو الدعم ديالكم كنتمناو انه يعني يلقى القلوب الرحيمه والاذان الصاغيه اللي ممكن انها تقدم ليه يد المساعده ويتحيد من هذا الوضع هذا في انتظار الافضل والاحلى دائما مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. شكرا لحسن المتابعه والاستماع وكذلك البارطاج ديالكم وشكرا على لي لايك ديالكم وكل التعليقات اللي كانت لمساعده هذا السيد هذا. كيتواجد مرجان السكنه بالقرب من المسجد هنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي فالناس اللي بغاو يجيو لعين المكان ممكن انهم يجيو عنده العين المكان مباشره بقرب من هذا المسجد هذا. هذا المسجد شنو سميته؟ مسجد الرحمة بالقرب من مسجد الرحمة هنا بمرجان السكنة والله لا يضيع أجر المحسنين وكذلك الدال على الخير كفاعله. ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا. كنتم معايا من هنا من مكناس من العاصمة الإسماعيلية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم مراسل القناة شوف تيفي منير معطاوي. إلى اللقاء.